أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على آخر التطورات الميدانية في الضالع وأبعاد الاختراقات الميدانية في المناطق التي أدت إلى سيطرة ميليشيا الحوثي عليها. تدور معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في مواقع عدة بمحافظة الضالع، وقالت مصادر عسكرية أن المعارك في جبهة عزاب بيت الشرحي أسفرت عن مقتل عدد من عناصر ميليشيا، مضيفة أن قوات الجيش قصفت مواقع للحوثيين في منطقة العود غرب قعطبة، فيما كانت الميليشيا قد سيطرت على معظم مناطق العود الواقعة بين محافظتي الضالع وإب، أمام مشهد صادم للكثير من المتابعين وأبناء المنطقة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: مستجدات الوضع الميداني في الضالع بين الجيش وميليشيا الحوثي، وأسباب الاختراقات التي شملت منطقة العود ومناطق أخرى في المحافظة. اختراقات ميدانية في بوابة الجنوب الشمالية، هكذا يصف متابعون شكل معارك الضالع بعد سقوط مواقع كثيرة بيد ميليشيا الحوثي، وهي مواقع ظلت تشهد معارك عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا منذ أشهر. مواجهات وصفت بالفاصلة شهدتها مناطق الشمال والغرب في الضالع، بالإضافة إلى مواقع في محافظة إب، مثلت متغيراً في سير معارك الجبهات المتصلة بها، منها جبل ناصا الاستراتيجي الذي أثر سقوطه بيد الحوثيين سلباً على جبهة دمت ومناطق أخرى في مريس. منطقة العود الواقعة بين محافظتي الضالع وإب لم تكن خارج مشهد الأحداث المتسارعة، حيث شكل سقوطها تحت نيران الحوثي ضغطاً على جميع مناطق جبهة العود في مشهد صادم للكثير من المتابعين وأبناء المنطقة. في جديد الأحداث العسكرية، شنت مقاتلات التحالف غارات على آليات تابعة لميليشيا الحوثي في الضالع، وقال مصدر عسكري إن المقاتلات الحربية استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين في معسكر حلم في منطقة العود، وأوضح المصدر أن قوات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم الحوثيين في منطقة الخضراء بمديرية الحشا. تحاول ميليشيا الحوثي التقدم باتجاه الخطوط العامة الفاصلة بين الضالع ومحافظات الجنوب، وتسود تساؤلات عدة حول كيفية تقدمها وتحريكها قوات كبيرة بكل سهولة إلى الجبهات، خاصة مع وجود مواقع دفاعية صلبة ومعسكرات تتبع الشرعية في تلك المناطق. لكن في المقابل تقول الشرعية إنها تدفع بالتعزيزات العسكرية إلى مناطق الجيش، وبين هذا وذاك يظل مشهد المعركة بين شد وجذب، ويظل أبناء المناطق منتظرين الخلاص والحسم لصالح الدولة ووجودها. في البداية انضم إلينا من الضالع بلال القادري، ناشط وإعلامي. أهلا بك أستاذ بلال. حياك الله، أهلا وسهلا فيك وفي قناتكم وفي كل الضيوف الكرام في المتواجدين في هذا الحي. إذن أستاذ بلال، تجدد للمعارك في جبهات عدة في محافظة الضالع، لو نبدأ بالحديث عن آخر المستجدات الميدانية. آخر المستجدات الميدانية بعد أن تقدم أن شنت للحوثيين جبال العود ومن حماك وحضار وظفار، حاول التقدم في من اتجاه قعطبة من اتجاه جبهة حمك، ولكنه تم تصديله في قرين الفهد ثم إرجاعه إلى خلف قرين الفهد بكثير. والآن المعارك مشتعلة في الحشا وفي مريس وفي قعطب وفي جبهة بيت الشرقي وعزاب بيت الشوقي، يعني الجبهة مشتعلة على خط يمتد 60 كيلو متر على شكل قوس دائري، يعني هي جبهة تعتبر أن أكبر الجبهات في اليمن، وتلقى إهمال جسيم من الشرعية لا مالها نهاية. طيب، وصفت الجبهات في محافظة الضالع علم بأنها مشتعلة جميعها ربما أو معظمها، يعني لصالح من يمكن القول الآن أن هناك تقدم؟ ما طبيعة المواجهات الحاصلة؟ هل هناك تقدم لقوات الجيش والمقاومة في هذه الجبهات؟ الجيش والمقاومة بدأ التقدم مجددا عقب انتهاء المناطق التي خانت الجيش والوطني والشرعية الممثلة مشايخ العود بعد تسليمهم للعود ونزول الحوثي، عجز عن التقدم، ومن ثم حصل الجيش على
هجمة مرتدة وأعاد تحرير بعض المناطق التي كانت قد دخلتها ميليشيات الحوثي سواء في مريس أو في جبهة البيت الشرقي أو في جبهة حمك. في ما زالت المعارك ملتبسة هنا وهناك في الحشاء. طيب إلى أي حد هذه المواقع التي تمت استعادتها من قبل قوات الجيش والمقاومة هي مهمة وربما يكون لها تأثير في سير المعارك القادمة؟ الموقع التي تم استعادتها قرين الفاز، كان الحوثيين قد دخلوا الى ما بعد قرين الفاز وتم استعادتها طبعا بعد تسليم جبال حمك وظفار وانبار. هذه جبال استراتيجيه، لو حصل للجيش معارك هناك حقيقيه وانهزم الجيش سيدخل يستطيع، لو قوه الحوثي العسكريه هزمت الجيش في تلك الجبال لكان وصل الى العند وليس الى قعطبه. ولكن بما انه بتسليم استلام، اول ما انتهى دور المسلم لم يستطع ان يقدم متر واحد بل تراجع كثير. طيب استاذ بلال، تظل هناك الكثير من التكهنات حول اسباب الاختراقات التي حصلت واسباب قيام الميليشيا بالسيطره على مناطق عديده في العود، هل باتت الصوره واضحه فيما يخص هذه النقطه؟ نعم واضحه، وسابدا لك بالسيطره على جبل ماصه الاستراتيجي الذي بدات الميليشيات الشنه الهجوم عليه في نهايه شهر مارس الماضي. جبل ناصر الاستراتيجي كانت المقاومة متجهة على بواب دمت على جبل ناصر الاستراتيجي بسبعة كيلومتر وحصل التفاف عليها من جبهة من جبل حدة بيت الشوكي جبل الشامي، فيما القوات كانت تخوض هناك معارك ضارية ولم تكن قد خندقت معارك في الخلف لأنها كانت مناطق محررة لبيت الشوكي رجل حدة جبل الشامي. ولكن بعد تغيير العميد عبد الكريم الصيادي للأسف حصل التفاف عليها وكأنه لازم الجيش يدفع أدب كبير عبد الكريم الصيادي ويحصل الجيش وحصل اختراق من جبهته مما جعل جبل ناصر الاستراتيجي يسقط وسقطت جميع جبال قرى العود جبال كنا وبيت اليزيدي والعرفات بدون أي قتال، والجيش كان مسيطر هناك سيطرة طبيعية ولكن طعن في الظهر أودت بحياة تلك الجبهة. هذا فيما في هذا في العود التابع للدم. أما في العود التابع لمحافظة إب فقد كان العود الاسفل والعود الاعلى، العود الاعلى كان متكفل فيها الشيخ حزام فاضل، صراحه الشيخ حزام فاضل لم يكن متعاون مع الجيش الوطني وهو ساكن في صف الحوثي ولا يسمى خاين مقارنه بالخيانه الكبرى التي كانت متواجده فيها الجيش الوطني معسكر اللواء 30 المدرع والذي اصبح اثرا بعد عين بعد تغيير العميد عبد الكريم الصيادي وهجوم الحوثي عليها وتم تسليم 60 كيلو متر مربع حسب ما قال الشيخ حزام فاضل بدون اي قتال. طيب ينضم الينا استاذ بلال، تبقى معنا، وينضم الينا العميد الركن عبد الله مزاحم اركان حرب محور اب والضالع. اهلا بك سياده العميد. اهلا وسهلا بكم اخي العزيز. قبل ان اسالك عن المناطق التي تمكن الجيش من الوصول اليها مع عوده العمليه العسكريه، اذا كان لك من تعليق على النقطه الاخيره التي تحدث بها الاستاذ بلال القادري من الضالع. اولا اشكركم شكرا جزيلا على الاستضافه، وان كان لنا بعض وجهات النظر حول بعض الاشخاص الذين يستضيفونهم يعني يتحدثون بلسان لا ندير بلسان اي من يتحدثون عن سقوط وعن بيع وشراء وعن مؤامرات وعن خيانات يعني من ديولهم من يعني مثل الهداشي، ولكن نقول انه بما تكلم به الاخ بلال القادري يعني مسبقا الان هو نتيجه يعني ال تقدم الحوثي او وصول الحوثي الى هذه المناطق لقيت يعني تغيير قائد اللواء السابق العميد الصيادي واستلام هذه العولقه الى اللواء في الوقت نفسه، يعني تفاجأ هذه العولقه بدخول الحوثي من جبهه حده ومن جبهه يعني جديده لم نعلم احنا كقيادة عسكريه منذ اربع سنين لم نعلم ان فيها جبهه يعني قتالي عسكري لم يتواجد فيها لا جيش وطني ولا حوثي، لكنه هذا كان مخطط له مسبقا وتم تسليم اللواء لهذه العولقه وبمجرد استلامه للواء تم الهجوم والدخول من فتح جبهه جديده من العود، وتم ايضا هناك كان زرع موجود عناصر داخل معسكر اللواء يعني خاصه معسكر حلم، كان ايضا على يعني بعض المشايخ والوجاهات التي تم شراء ولائها ودفع لها يعني ملايين الريالات وايضا سلاح وسيارات، هذه كلها عوامل هي التي ساعدت الحوثي على دخول
المناطق التي دخل اليها من في جبهه حمك والعود، وايضا جبهه الناصر في جبهه مريس، لكن الان الجبهه بدات تستعيد انفاسها في جبهه حمك وبدات ترتيب. واعتقد ان المواقع التي الان ترتب فيها قواتنا العسكريه في جبهه حمك هي مواقع ثابته، مواقع صد للترتيب ورد النفس لما والترتيب لما بعده. وايضا كما حصل في جبهه مريس يعني الدخول الحوثي من جبل حده الى جبل الشيخ ثم وصولا الى ناصه ربت قواتنا التي كانت متواجده على ابواب دمت، تم الانسحاب من قواتنا يعني يكون يعتبر الانسحاب في جبهه مريس يعني من خاصه في ناصه يعتبر انا بالنسبه كقائد عسكري يعتبر يعني نجاح لقواتنا، لانه عندما يتحاصر في جبل ناصه لا يمكن ان يعني يسلم او يموت يعني ما عاد في شيء كلام. لكنه جبهه مريس الان تم تثبيتها بقوه، وكما حصل امس معركه قويه جدا لقنا الحوثي يعني خسائر بشريه كبيره يعني لحد الان جثثهم مرميه على الشعاب والجبال في جبل القاهره في مريس. طيب سيادة العميد، إذن مع عودة هذه العمليات العسكرية في المحافظة اليوم، ما هي المناطق التي تمكنتم من الوصول إليها، وهل هذه المناطق إلى أي حد هي مهمة وربما يكون لها تأثير في المعارك القادمة حتى تتمكنوا من استعادة المناطق التي سقطت من تحت سيطرة الحكومة؟ بالنسبة لجبهة مريس هي جبهة ثابتة لحد لا تقدم لا كر ولا فر، بس بالنسبة لجبهة العود الذي يحصل فيها ثر وكر، هذه المناطق التي نحن فيها الآن مثلا بيت الشرقي يعني دخلها الحوثي أمس ونحن اليوم استعدنا، وفي كر وفر في جبهة العود يعني لم يحصل فيها تثبت إلى يعني قصدي لم يحصل فيها تقدم من الطرفين لحد الآن، لو يمكن المناطق يعني واقعة بين الطرفين فيها كر وفر، لأنه حتى يتم الترتيب يعني ويتم وصول الدعم اللازم يعني لجبهة العود وحمك سيتم عمل عسكري وتقدم، واحنا قادرون على ذلك بشرط ان تتوفر لدينا الامكانيات، ندعو التحالف وندعو قيادة الشرعية الى توفير هذه الامكانيات الضرورة. لا نريد كلام، لا نريد مواعيد، نريد يعني على على على, على, على الارض، نريد سلاح، نريد اباشي يا اخي كما ارسلت الاباشي الى جبهات الساحل، وكما ارسلت العربات المضادة للصواريخ الى جبهات الساحل وجبهات كلها، كما يتمشى كثير من القيادة العسكرية في عدن وفي الساحل يعني يمتلكها قيد عسكري، نحن جبهات نريد عربات من الذي تتمشى في شوارع عدن، نريد عربات من هذه، نريد صواريخ حراري، نريد سلاح، نريد دعم عسكري، بمعنى اننا نقول اننا اخذ يعني اعطينا يعني سلاح ودعم كامل نقوم به بعمل عسكري صحيح، لا نريد ذخائر يعني فقط والتفرق لنا، ندعو من خلال القاضي، ندعو قيادة الشرعية لتحمل مسؤوليتها. طيب سيادة العميد، سيادة العميد، ما هي الردود، ما هي الردود التي تصلكم بناء على هذه المطالبات بتوفير دعم لكم في هذه المعركة من حيث الآليات والمعدات؟ لماذا لا يتم دعم الجبهة لديكم؟ لأن البعض يطرح ربما أن هناك إشكالية في عدم الثقة وأن وجود هناك اختراق داخل هذه الجبهة، ويتم الاستشهاد بما حصل من سقوط وخيانات وربما تسليم، كما أشرت أنت أيضا في النقطة أنه مثلا لو كانت هذه الآليات والمعدات أيضا موجودة لكانت ذهبت أيضا. يا أخي ما حصل في مكان منطقة معينة، ما حصل في جبهة العود ليس يحصل في جبهة مريس ولا يحصل في جبهة أخرى، ولكن نحن كقيادة الآن يعني التحالف تم اختيار قيادة يعني موحدة لثلاث الجبهات، هذه الجبهة التي اختارها التحالف يجب أن يدعمها يا أخي، يثق فيها ويدعمها ويسلم لها كل شيء، يتحمل مسؤولية الفشل والنجاح. بهكذا بما بالحق إذا كان في اختراق في وحدة عسكرية أو في قائد عسكر أو في يعني من هذا القبيل، هم تم تكليف قائد واحد لثلاث الجبهات يعني ليقوم بواجبه، يسلمونها الثقة كما عينوها، يصدروا له قرار بالتكليف والتعيين، يعني يعطوها الثقة، أيضا يمنحوها السلاح ويمنعوها كل شيء ويحملوها المسؤولية الفشل والنجاح. أنا أقول لك إذا تم دعمنا وأعطائنا السلاح الكامل والدعم الكامل نحن بنتحمل المسؤولية الكاملة، وأمام الله ثم أمام شعبنا ووطنا والتحالف العربي. لكننا لا نريد قرارات تعيين وتكليف ثم تبقى القيادة التي شكلت الآن القيادة الضالع يعني القيادة ثلاث الجبهات تبقى مجردة من الدعم، هذا كلام لا يمكن أن يكون صحيح، ولكن ندعو الى الدعم السليم، ويحملوا القياده الموجوده في قياده الجبهات يحملوا المسؤوليه الكامله في دعم في الفشل والنجاح. طيب سأعود لك سياده العميد، اعود للاستاذ بلال. استاذ بلال، كيف تقيم واقع الدعم الذي يقدم اليوم لجبهات محافظه الضالع سواء من الحكومه الشرعيه او من التحالف؟ اولا حقيقة العميد عبد الله مزاح انه نكون عارف انه ضيف موجود وله باع عسكري طويل وايد كل ما قال من كلام.
أما الدعم العسكري الموجود من التحالف فهو يعني ضعيف إلى أبعد حد، إلى درجة الدعم الجوي فقط. يعني تقول في الآونة الأخيرة كان دعم جوي، أما الدعم العسكري العميد مزاحم عندي هو يعرف كل شيء، يعني لا يوجد دعم عسكري كافي، إضافة إلى أنه الجبهات الشرعية لا تولي اهتمام الجبهات الضالع إطلاقا، يعني جبهات منسية لا حولنا ولا قوة. طيب لماذا هذه الجبهات منسية؟ هل لأن البعض لها تأثير هذه الجبهات على الوضع في الجنوب أيضا والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في معارك التحرير خلال السنوات الماضية؟ أخي عندما تتداخل السياسة مع الحرب يصبح كل شيء يعني لا علم لنا به، لكن الواضح أن جبهات الشرعية أن جبهات الضالع تتعرض لظلم لم يحصل في أي جبهة إطلاقا. تخيل أن جبهات الحديدة يوقف يسحب جيشها كل الجيش الحوثي منه ويهاجم هنا بعشرات الآلاف وعدة ألوية له، ولم فيما الحوثي يصل دعمه من كل الجمهورية من كل المناطق الجمهورية الخاضعة له، لا يصل لنا دعم من الشرعية إطلاقا إلا بعض إخواننا من أبناء الضالع وكتيبة أو اثنتين من العمالقة. تبعد للعميد عبد الله، سيادة العميد، في ظل استمرار مطالباتكم بتوفير دعم لكم في جبهات الضالع، ما طبيعة الدعم الذي يقدم اليوم من التحالف الشرعية لقواتكم في جبهة الضالع؟ أخي العزيز، للإيضاح أكثر أقولها أنه كمسؤولين على هذه الجبهات أننا عندما نطلب دعم تعزيز بقوة عسكرية أريد أن تأتينا، أنا أريد أن يعطوني لواء عسكري مدعم، يعني يأتي لواء عسكري مدعم أو كتيبة أو كتيبتين أو ثلاث مدعمة وبجميع أسلحتها وعرباتها ومعداتها توصلني، هذا المعروف الدعم العسكري. مع خالص شكري وتقديري للأخوان المشاركين معنا من الضالع في الوحدات العسكرية المشاركين في جبهة الضالع، لكنه مع هذا دفعوا بالأخوان دفعونا عزيزات بالعسكرية، ولكن يعني أنا مسؤول عن تمويلهم وأنا مسؤول عن إعطائهم، لكن لا نريد ان يعطونا وحدات عسكريه وكتائب كما اعطونا، يعني مدججه باسلحتها بعدادها كامل، هذا المعروف بالدعم العسكري. عندما ارسل تعزيز عسكري وحده عسكريه يجب ان يجهز هذه الوحده كتيبه او كتيبتين او لواء يجهزها باسلحتها وجميع معداتها ثم اوجهها لتعزيز الجبهات العسكريه، هذا المعروف يعني عسكريا وعالميا. لا نريد يعني التعزيز بافراد، يعني انا لا املك ما ادعم، يعني ما اعطيهم يعني من تموين وذخيره، لا اتحمل مسؤوليتي يعني فوق مسؤوليتي. نريد هكذا ان نكون صريحين جدا، ان تدعم الجبهات بقوات عسكريه تملك كامل الجاهزيه العسكريه من عربات وذخائر واسلحه واطقم، تاتي كتعزيز يعني كل معداتها وحاجتها معها، هذا المعروف بالمصطلح العسكري العالمي والعربي والإسلامي. هذا الحاصل، لا نريد أن نضحك على أنفسنا، نقول لقيادة التحالف ونقول لقيادة الشرعية يجب أن يتحملوا مسؤولية التاريخ. جبهات الضالع جبهات مهملة، جبهات الضالع كأننا يعني نطلب حسنات أو صدقات، لا نريد كثرة التكرار، لكن نريد دعم عسكري على الواقع، ونحن نتحمل المسؤولية الكاملة أمام الله والتاريخ ثم التاريخ ثم شعبنا. طيب ما حصل من متغيرات واختلاف في موازين القوى نتيجة المعارك التي حصلت خلال الأيام الماضية والتقدم لميليشيا الحوثي، إلى أي حد هذا أحدث تغير في موقف الشرعية والتحالف ودعمهم لجبهات الضالع؟ هل هناك أي تغير في مستوى الدعم الذي يقدم؟ الجميع مستعدين بالدعم، غير الشرعية والتحالف مستعدين بالدعم، لكننا نقول للأخ محافظ الضالع ونقول للأخ قائد المنطقة الرابعة العسكري الرابعة ونقول للأخ وزير الدفاع ورئيس الأركان ونائب الرئيس ورئيس الجمهوري كل تسلسل القيادي، ونقول لأخوة التحالف العربي، هل تريدون يعني ماذا تريدون نعمل؟ نريد دعم عسكري، نريد أن المحافظ أن تحمل مسؤوليه، يعني بجانب مزاحم وجانب قائد اللواء 30 جانب اللواء 30، نريد المحافظ ونريد قائد المنطقة أن يعتبر هذه الجبهة هو مسؤول عنها، ونريد وزير الدفاع ورئيس الأركان وكل الجهات أن يعتبروا مسؤول هذه الجبهات هذه هم مسؤول عنها قبل أن نكون مسؤول عنها. نحن تعيننا بأوامر وقرارات منهم، يجب
كما عينونا وأصدرنا تعيينات وقرارات أن يعطون الدعم الكامل وأن يقفوا مع هذه الجبهات. لا نريد كلام، في وعود، في وعود وفي استعداد من قيادة الشرعية ومن التحالف، لكن نريد الاستعجال، نريد أن نعمل على الأرض، لا نريد أن نعمل على الكلام والصحف والمجلات. سأعود للأستاذ بلال. أستاذ بلال، برأيك هل تتمكن اليوم قوات الشرعية من حسم المعارك أم ما يزال من المبكر الحديث عن ذلك؟ لم يتم دعمها كشغل الحميد مزاحم بأسلحة ومدرعات والويهم دعمها بكل أنواع الأسلحة كما يجري كما هي عادة العرف العسكري والدعم العسكري. ستظل الجبهة يعني بإمكانيات أبناء المنطقة ستصمد بإرادة أبنائها بقوة رجالها بتضاريسها. أما إذا استمر الدعم هكذا فلن تحسمها إطلاقا. طيب تدخل المقاتلات التحالف اليوم في سير المعارك إلى أي حد أثر وأعطى مزايا قوة لقوات الشرعية؟ تدخل يعني نوعا ما كان للتأثير قليل، لكن التدخل العسكري الأساسي هو يكون بإرسال دعم عسكري صريح كدبابات مدرعات ألوين دعمة. ما يجري الآن هو دعم من أداء يعني من دعم ذاتي بدون ذاتية بدون دعم شرعية. الشرعية الآن لم واجبها الأساسي بدعم جبهة مريس وايضا توحيد جهات الجبهات تحت العميد ويتحمل المسؤوليه الوطنيه على الشرعيه تحمل مسؤوليه الوطن التاريخيه تجاه ما يجري في جبهه الضالع. اشكرك جزيلا بلال القادري ناشط اعلامي كنت معنا من الضالع، واعود لاختم مع العميد عبد الله مزاحم. سياده العميد، عدم توحيد الجبهات حتى الان هل هو السبب الوحيد الذي يجعل الشرعيه غير قادره على حسم المعارك؟ لا، الجبهات الآن هي موحدة تحت غيرتنا أخي العزيز، تمام؟ الجبهات الآن أصبحت غير واحدة، لكنها لم توصل هذه القيادة يعني دعم يعني العسكري لحد الآن. أنا أقول إن كمان الأخ بلال القادري إذا توصل لدينا الدعم لا يمكن نقول أن نحن سنصمد، بل إذا توصل الدعم سنتقدم وسنحرر مناطق وندخل مناطق جديدة من تحت سيطرة الحوثي، ليس في مريس والعد، بل ستقدم بتجاهب ومناطق أخرى إذا توفر الدعم. نحن لا نريد دعم للصمود، نريد دعم للعمل. أما في حالة عدم توفر الدعم سنقاتل، نحن سنقاتل، يجب أن يعلم الجميع أننا نقاتل خاصة منطقة مريس، نقاتل بإمكانياتها الذاتية وما يدفعه المواطن في مريس أكثر ما يدفعها الجهات الرسمية. نحن ندعم والناس يقاتل بأرواحهم ودمائهم وأموالهم في مريس. نحن نعمل كل الجبهات كلها جبهة الضالع، ندعو الجميع أن يتحمل مسؤوليته في حالة توفير الدعم. كما قلت نحن نتحمل مسؤولية عن جبهات وتأثير الأراضي التي أخذ الحوثي بل والتقدم إلى ما بعدها. هل هناك أسباب جغرافية ربما لها علاقة بعدم القدرة على إيصال الإمدادات والمعدات لكم؟ نحن أخي هذا الكلام لا نتعامل معه ولا نتفق معه ولا نستمع لبعض المخرفين الذين يتحللون يعني يغترفون كلام رؤوسهم ثم يحللون يعني عمل جغرافي عمل مناطق حدوديه لا نعترف به اطلاقا، ولكن نقول ان الشرعيه معنا والتحالف معنا ويعمل على هذا الاساس على قدم وساق. حتى المجلس الانتقالي يعمل بقد على قدم وساق. من يكذب من ينكر الحزام الامني انه ليس موجود في مريس؟ الحزام الامني يقاتل معنا ليل ونهار، كل ابناء الجنوب الضايع يقاتلون لكن ينقصنا الدعم العسكري، السلاح، العربات، الصواريخ يا اخي، هذا الذي ينقصنا الاسلحه المتوسطه نظريا. اما ابناء سياده العميد للتوضيح فقط، انا عندما ذكرت نقطه ان العامل الجغرافي ما اقصد. طيب سياده العميد فقط حتى اوضح السؤال. طيب سياده العميد حتى اوضح السؤال، انا ما قصدته بالعوامل الجغرافيه التي قد تكون تمثل صعوبه او عائق في وصول الامدادات هو التضاريس، يعني تضاريس المنطقه، لا اقصد شيء اخر في السؤال. لا لا لا، الطريق مفتوح من الضالع من مريسي لا داخل على ما فيش عوامل جغرافيه، وإنما المطلوب
ايصال الزفت موجود مفتوح وطل الخط مفتوح للطالع النازي، هذا كل العربات والسلاح والذخائر بتوصل عندنا بسهولة، ما في مشكلة. أشكرك جزيلا على رحابة صدرك وعلى كل هذه الإجابات العميد الركن عبد الله مزاحم أركان حرب محور إب، وأيضا الشكر موصول للأخ بلال القادري ناشط إعلامي كان معنا من الضالع. في الختام تحت الطاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل محمد عبد المغني، في أمان الله.